سمع عدوي انفجارات قوية في مقاطعة سومي وأوديسا ونيكولايف بأوكرانيا لليلة الثالثة على توالي. وأعلن الجيش الأوكراني تدمير 5 صواريخ و13 طائرة مسيرة خلال استهداف الجيش الروسي عدة مستودعات للذخيرة بالمدينة، مشيرا إلى استخدام الجيش الروسي لصواريخ مختلفة في الهجوم. أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحييد مجموعة استطلاع أوكرانية والقضاء على فرقة استطلاع أخرى ومجموعتين من المشاة بمنطقة زابوروجيا. كما تم تدمير قذيفة تاون ومدافع هاوتسر في منطقتي نوفوسيلكا وسبيتونغيرسك وإسقاط حاملتي مشاة أوكرانيتين بمنطقة أرتيموفسك. لقي 9 أشخاص وأصيب 10 آخرون بجروح إثر اصطدام سيارة مسرعة بعدد من الأشخاص كانوا متجمعين عند موقع حادث على أحد الجسور بولاية جوجارت الهندية. وذكرت الشرطة الهندية أن 5 أشخاص لقوا حتفهم على الفور، في حين توفي 4 الآخرون متأثرين بإصابتهم في المستشفى. بعث رئيس الوزراء مصطفى مدبولي برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الذكرى 71 لثورة يوليو المجيدة. وعبر مدبولي عن تقديم أسماء آيات التهاني وأصدق التمنيات القلبية بهذه المناسبة التاريخية. وجه وزير التعليم العالي أيمن عاشور بمد فترة التقديم لأداء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق ببعض الكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات حتى يوم الخميس الموافق 3 أغسطس المقبل. أعلن وزير الإسكان عاصم الجزائر بدء إجراء القرعة العلنية لتخصيص قطع الأراضي السكنية الصغيرة ضمن برنامج مسكن من يوم الثلاثاء المقبل وحتى يوم الخميس الموافق 3 أغسطس المقبل. وأضاف الجزائر أنه سيتم إجراء القرعة على الأراضي ب10 مدن هي 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة والشروق والعاشر من رمضان والعبور وحدائق أكتوبر وبدر والفيوم الجديدة والمنيا الجديدة والسادات.